يعني لو تسمح لي دكتور مجدي أبدأ الأول بس مع فكرة إحنا أصبح عندنا مشاريع البرنامج الوطني للمخلفات. يمكن ناس كتير ما تعرفش إن إحنا عندنا برنامج وطني للمخلفات. دكتور ياسر، يعني إيه البرنامج الوطني للمخلفات؟ طيب يعني هبدأ بس كلامي إن الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة يعني بدأت في إنشاء البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات. البنية التحتية دي تمثل في مدافن صحية، مصانع لتدوير المخلفات، محطات وسيطة لنقل المخلفات من أماكن معينة لمصانع التدوير ثم المدافن الصحية. اشتغلنا في المنظومة دي على مدار 3 أو 4 سنوات. بعد العرض على فخامة رئيس الجمهورية تم عرض المنظومة بالبنية التحتية المطلوبة. فخامة رئيس الجمهورية صدق بالصرف على المنظومة وبداية إنشاء البنية التحتية بحيث تستوعب كمية المخلفات المتولدة عن محافظات جمهورية مصر العربية. يمكن لو بصيت لأنه واحد من المخلفات اللي هي المخلفات المنزلية أو البلدية تتراوح 60,000 طن يوميا، ما يوازي 20 إلى 25 مليون طن مخلفات سنويا، وده نوع واحد من المخلفات. بجانب انواع المخلفات المخلفات المنزليه او البلديه اللي بتتولد عن الانشطه المنزليه او ما يماثلها من مخلفات. احنا بننتج 25 مليون طن سنويا من 20 ل 5، ده نوع واحد من المخلفات. لو استكملت في انواع اخرى من المخلفات، مخلفات زراعيه، مخلفات هدم وبناء، مخلفات خطره بانواعها، كل انواع المخلفات ده بتحتاج حجم بنيه تحتيه بحيث ان البنيه التحتيه دي تكون قادرة على تدوير كمية المخلفات دي واخلق منها قيمة اقتصادية ليها عائد على الدولة. في جزء الدولة استثمرت فيه وانشأت البنية التحتية دي، في جزء اخر من خلال المشروعات الاجنبية او شركاء التنمية اللي بيمثلها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بشركاء التنمية معنا الاتحاد الاوروبي، بنك التعمير الالماني، الحكومة السويسرية. بننفذ بنية تحتية 27 محافظات، البرنامج الوطني بينفذ في 4 محافظات منهم. في مشروعات اخرى مماثله تبع وزاره التنميه المحليه زي مشروع مصرف كيتشنر برضو بينفذ بنيه تحتيه، ومشروع الورلد بانك او البنك الدولي اللي بيمثل او بينفذ مدينه متكامله للمخلفات بمدينه العاشر، ودي هنجيلها بالتفاصيل شويه. لكن احنا الهدف التارجت بتاعنا ايه؟ يعني كمصر ان يبقى ايه الهدفنا النهائي من هذه الاستراتيجيه؟ ان احنا نقدر نعمل ايه؟ الهدف الاساسي من البنيه التحتيه اللي تمت على مدار السنوات السابقه ان انا اوصل لنسبه معالجه وتدوير المخلفات بنسبه 100%. 100% المخلفات بحيث ان انا اخلق منها وانشا منها قيمه اقتصاديه للدوله. القيمه الاقتصاديه دي ممكن تكون وقود بديل للصناعات الكثيفه لاستخدام الطاقه مثلا الاسمنت وخلافه، ممكن تكون كومبوست او سماد عضوي للاراضي الزراعيه اللي بيتم الاستثمار فيها سواء مشروع مستقبل مصر او مشروع الاعوانات او مشروع المليون ونص فدان. كل المشروعات اللي الدوله تتبناها بيتم توفير كومبوست او سماد عضوي مطابق للمواصفات، اخلق منها قيمه اقتصاديه من المخرجات البلاستيك والكرتون وخلافه يتم توجيهه لمصانع البلاستيك والكرتون ويتم اعاده تدويره مره اخرى. ده نوع واحد من المخلفات. في انواع اخرى زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحديث ليها قيمه اقتصاديه لو قدرنا ان احنا نديرها بطريقه سليمه، وده التوجه وده الاستراتيجيه اللي احنا شغالين عليها ان شاء الله.